بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. في بداية الأسبوع بالتأكيد عندنا أحداث مهمة جدا على مدار هذا الأسبوع. عندنا قرعة تدوري أبطال إفريقيا اللي أجريت بالأمس في جوهانسبرج، هنتكلم على مجموعة الأهلي، هنتكلم على الاستعداد لمباراة الإسماعيلي، كمان بنهني فريق كرة السلة للنادي الأهلي اللي متواجد حاليا في الدوحة للمشاركة في البطولة العربية، بيأدي بشكل كويس جدا. جمهور النادي الأهلي يمكن بصراحة عامل جو رائع جدا في الصالات المغطاة في الملاعب في قطر، فكل التوفيق يا رب لفريق الباسكت، كل التوفيق يا رب لفريق الهاندبول اللي موجود حاليا في الكونغو الديمقراطيه، سواء فريق الرجال اللي وصل المباراه النهائيه، فريق السيدات اللي كان بيلعب على تحديد المركز الثالث والرابع. حلقه فيها كواليس وفيها تفاصيل مهمه جدا، وكمان هنتكلم على مباراه الاهلي والاسماعيلي بكره، وهنحلل بشكل اكبر مجموعه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، خاصه بعد القرعه ما اسفرت عن وجود ثلاث فرق: شباب بولزداد ويانج افريكانز التنزاني وميدياما الغاني في مجموعة الأهلي المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا. حلقة فيها كواليس كتيرة وتحليل مهم جدا للمرحلة القادمة، ولكن نبدأ الحلقة بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة. عايز أعرف رأي حضراتكم في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وتحديدا مجموعة الأهلي. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال وتقولوا رأيكم على المجموعات الأربعة بشكل عام، وتقولوا كمان رأيكم على مجموعة النادي الأهلي من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا. وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من آرائكم عشان نعرف التباين في الآراء على المجموعات، إيه المجموعات القوية، إيه المجموعات المتوسطة، هل في مجموعة سهلة نسبيا. كل الآراء دي بالتأكيد هنشوفها في الفقرة الأخيرة والجزء الأخير من برنامج الترند، ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي: الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. وفي الترند المحلي: بعثة المنتخب تطير للإمارات الاثنين. وكمان صلاح ينضم للمنتخب في الإمارات الثلاثاء. كلنا عارفين بعد نهاية مباراة الأسبوع الثالث للدوري غدا، بداية من يوم الاثنين إن شاء الله، الأجندة الدولية لمنتخبنا الوطني والسفر إلى الإمارات استعراض لخوض وديتي زامبيا والجزائر. طيب نروح لاستعراض مباريات اليوم والنهاردة في استئناف لمباراة الجولة الثالثة من الدوري المصري. ومنذ لحظات انتهى الشوط الأول بتقدم المصري على الداخلية بهدف مقابل لا شيء. الساعة 7 في مباراتين في توقيت واحد، طلاع الجيش هيستضيف فيوتشر والبنك الأهلي هيستضيف الزمالك. نروح للدوري الإنجليزي، وفي مباراة انتهت منذ لحظات بخسارة لوتون تاون على أرضه ووسط جمهوره من توتنهام 0-1. وفي هذه الأثناء في أربع لقاءات: بيرلي بيستضيف تشيلسي، إيفرتون بيستضيف بورنموث، فولهام بيستضيف شيفيلد يونايتد، مانشستر يونايتد بيستضيف برينتفورد. وفي الساعة 7:30 من مساء اليوم كريستال بالاس بيستضيف نوتنغهام فورست. نروح للدوري الأسباني، ومنذ لحظات انتهت مباراة قادش وجيرونا، واستطاع جيرونا خارج أرضه الفوز على قادش بهدف مقابل لا شيء. الساعة 5:15 ريال مدريد بيستضيف أوساسونا، والساعة 7:30 ريال مايوركا بيستضيف فالنسيا، وفي الساعة 10 إشبيلية بيستضيف رايو فاليكان. نروح للدوري الإيطالي، ومنذ قليل انتهى الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان على بولونيا 2-1. والساعة 7 من مساء اليوم يوفنتوس بيستضيف تورينو، وفي 10:45 جينوا بيستضيف الميلان. نروح للدوري الألماني، والشوط الأول انتهى منذ قليل أو في هذه الأثناء في اللحظات الأخيرة، بروسيا دورتموند على أرضه ووسط جمهوره متقدم 2-1 على يونيون برلين. وباقي المباريات في هذه اللحظات تعادل سلبي: لايبزيج مع بوخم، أكسبورغ مع دارمشتات، شتوتغارت مع فولفسبورغ. وفي الساعة 7:30 فيردر بريمن بيستضيف هوفنهايم. نروح للدوري الفرنسي، وفي الساعة 6 ميدز بيستضيف نيس، وفي الساعة 10 وآخر مباريات اليوم النهاردة استاد ريمس بيستضيف موناكو. جولة قوية جدا، كلكم عارفين السبت الممتاز بيبقى فيه مباريات قوية ومثيرة، ولكن غدا أكيد في استكمال لباقي مباريات الدوريات الخمسة الكبرى. فاصل، وبعد الفاصل نواصل وعندنا كلام كتير جدا على استعداد الأهلي لمباراة الإسماعيلي وقرعة دوري أبطال إفريقيا اللي أسفرت عن مجموعة قد تكون متوسطة المستوى، لكن بالتأكيد الحذر كل الحذر من مواجهة بولزداد ويانج أفريكانز
والقادم بقوة ميدياما الغاني. أهلا بحضراتكم من جديد. بالأمس كان موعد قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، والحمد لله مش هنقول إن احنا انفرضنا وقلنا، انتوا عارفين خلاص العهد بيننا وبينكم، دايما بنحاول نقول لكم المعلومات من قبل ما تحصل بشكل رسمي وقبلها بفترة طويلة، يعني من قبل ما تخلص مباريات الأدوار التمهيدية وقبل ميعاد القرعة بحوالي أسبوع. قلت لكم قرعة دوري أبطال إفريقيا هتكون في جوهانسبرج يوم 6 أكتوبر، وبالفعل بالأمس كان موعد قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، وكلنا كنا عارفين التصنيفات وعارفين الفرق، واتكلمت كمان على الفرق المرشحة اللي هتكون موجودة في دور المجموعات من قبل ما تخلص الأدوار التمهيدية، لأن النتائج ما كانتش ممكن يكون فيها مفاجآت بنسبة كبيرة. بالفعل امبارح تم إجراء القرعة والتصنيفات كانت معروفة للكل، الأهلي، الوداد، الترجي، مامولي دي سان داونز في التصنيف الأول وباقي الفرق في التصنيف الثاني. والشيء الأبرز في هذه القرعة إن الفرق كلها اللي موجودة في التصنيفات كلها فرق قوية جدا. يعني مثلا احنا ضربنا مثل إن الأهلي تصنيف أول، روح على التصنيف الثاني هتلاقي مازيمبي، هتلاقي مثلا بيراميدز قصدي، روح على التصنيف الثالث هتلاقي مثلا مازيمبي، أنت كمان بتتكلم على بيراميدز وسيمبا وكذا نادي، روح على التصنيف الرابع هتلاقي النجم الساحلي. فأنتوا بتتكلموا على تصنيفات قوية جدا لفرق ليها باع طويل جدا في دوري أبطال إفريقيا. عموما امبارح لما اتعملت القرعة شفنا الفرق اللي موجودة في المجموعات، نقدر نقول المجموعات كلها مجموعات قوية. المستويات الفنية ممكن تختلف من مجموعة لأخرى، ولكن في النهاية كلها فرق ليها باع طويل جدا. لو هنلقي الضوء على المجموعة الأولى مثلا، ماموري دي سان داونز معاه بيراميدز، مازيمبي الكونغولي، فريق نوازيبو الموريتاني. المجموعة الثانية قدامكم على الشاشة طبعا ترتيب المجموعات، الوداد الرياضي المغربي، سيمبا التنزاني، أسك ميموزا الإفواري، يوانج كالاكسي البتسواني. المجموعة الثالثة الترجي التونسي، أتلتيكو بيترو أتلتيكو الأنغولي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي، ودي مجموعة عربية بنسبة كبيرة جدا. المجموعة الرابعة ودي مجموعة النادي الأهلي، الأهلي، شباب بولوزداد، يانج أفريكانز التنزاني، وميدياما بطل غانا. بنتكلم على فرق يعني لها باع طويل جدا. أولا بالنسبة للمجموعة الأولى انت بتتكلم على تاريخ ماموري دي سان داونز في البطولة ومازيمبي الكونغولي والوافد الجديد بيراميدز اللي في الآخر خد 4-5 سنين قدر يضع نفسه في التصنيف رقم 2 قبل مازيمبي والنجم الساحلي. ودي نقطة خدوا بالكم في ناس كتير ما خدتش بالها منها. الناس كانت تقول لك إيه المعيار دايما في الاتحاد الإفريقي بعدد البطولات، والنسخة البطولات اللي بيتكلموا عليها بقالهم أكتر من 20-25 سنة بتتردد بشكل يومي. بصوا على القرعة وبصوا على التصنيف، بيراميدز حديث العهد في آخر 4-5 سنين طبقا للتصنيف، طبقا للتصنيف الصفر أكتر من النجم الساحلي اللي واخد بطولة، من مازيمبي اللي واخد كذا بطولة إفريقية أولهم طبعا في الستينات وفي السبعينات. فتاريخ بيراميدز أمام النجم الساحلي ومازيمبي لا يذكر، لكن بص في الآخر الاتحاد الإفريقي ليه نقاط وليه تصنيف، فلقيت بيراميدز تصنيف تاني، مازيمبي تصنيف تالت، بيراميدز تصنيف تاني ومازيمبي تصنيف تالت، والنجم الساحلي بتاريخه الكبير جدا تصنيف رابع. محدش بياخد باله من التفاصيل الصغيره دي، خدوا بالكم بس. في النهايه خليكم فاكرين كل ما بيتعمل تصنيف وكل ما بيتعمل قرعه بنشوف دايما ان لا كانت فيه مجاملات ولا كان فيه اي مصالح شخصيه لاي اطراف، والكاف من التسعينات لغايه دلوقتي شغال بمعيار واحد، النقط. بيراميدز في 5 سنين قدر يحصد نقط اكتر من مازيمبي والنجم الساحلي. عموما بيراميدز مع مازيمبي ومع سان داونز معاهم كمان نوازيبو الموريتاني. نوازيبو الموريتاني ده على فكره فريق احمد ولد يحيى من موريتانيا، نائب رئيس الكاف وعضو اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي، وهذا الفريق فيه رعايه كبيره جدا ليه من موريتانيا، وبالتالي فريق ليه دور قوي جدا في دور المجموعات. محدش يستسهل ابدا اداء هذا الفريق في البطوله، قدر يعمل مفاجآت في الادوار التمهيديه ويتواجد لاول مره في دور المجموعات. وبالتاكيد سان داونز ومازيمبي فرقتين لهم باع طويل جدا في دوري ابطال افريقيا. الشيء الصعب على بيراميدز في هذه المجموعه الرحلات والسفر. انت بتتكلم رايح في اقصى غرب افريقيا في الكونغو الديمقراطيه في مدينه لومباتشي، ورايح في جنوب القاره في بريتوريا. فالتاجيلات في مباريات الدوري الفتره الجايه هنسمع كلام كتير جدا كانوا بيقولوه في حق الاهلي، دلوقتي هم اكتر ناس هيدافعوا عن نفسهم عشان الرحلات الافريقيه والسفر في هذه البطوله وفي هذه المجموعه
تحديدا. المجموعه الثانيه هي المجموعه نقدر نقول الاسهل نسبيا على الورق. ليه؟ كل الفرق اللي موجوده في المجموعه الثانيه حجم المقارنه بينها وبين الوداد المغربي بعيده شويه، يعني الوداد حامل اللقب النسخه قبل الماضيه ووصيف العام الماضي. سيمبا التنزاني دايما متواجد في دور المجموعات وبيوصل لدور الثمانيه. اسيك ميموزا بيبعد وبيجي بس فريق كبير معروف في غرب افريقيا وفي الكوت ديفوار. واخيرا يان جالاكسي البتسواني اللي حقق نتيجه مفاجاه واقصى اورلاندو بايرتس في الدور التمهيدي الثاني بعد الخساره ذهابا والفوز ايابا بنفس النتيجه 1-0 ولعب ركلات الجزاء الترجيحيه ويقصي اورلاندو بايرتس اللي بيلعب دلوقتي نهائي الام تي ان مع ماموليدي سان داونز كاس الام تي ان في جنوب افريقيا. فبالتالي تتكلم على فريق كبير جدا في جنوب افريقيا قدر البطل بتسوانا يقصيه من الادوار التمهيديه. طيب نروح للمجموعه الثالثه وفيها الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي، وده ديربي تونسي كبير جدا وقوي جدا، ودي اول مباراه على فكره في المجموعه الترجي والنجم. كمان عندك بيترو اتلتيكو الانجولي اللي موجود في السوبر ليج هيلعب مع سان داونز، وبيترو اتلتيكو كمان من الفرق اللي متواجده دايما في دور المجموعات بالاضافه الى الهلال السوداني المتواجد في الفتره الاخيره في ادوار المجموعات، ولكن الهلال ما بيقدرش يكمل لما كان بيبقى مع الاهلي تحديدا في دور المجموعات بيصطدم بكبير القاره بنادي القرن النادي الاهلي فبيخرج مبكرا من دور المجموعات، ولكن يبقى الهلال فريق قوي. نقطه ضعفه اكيد في المجموعه دي انه مش هيلعب على ارضه، غالبا هيلعب في المغرب الا اذا لو فكر حب يلعب في مصر الفتره اللي جايه. المجموعه الرابعه ودي مجموعه النادي الاهلي. البعض لما شاف المجموعه امبارح انبسط، قال لك مجموعه الحمد لله مش قويه، مش معانا سان داونز، مش معانا مازيمبي، مش معانا باقي الفرق اللي في التصنيف في الثاني او الثالث والرابع، النجم الساحلي مش معانا، ولكن حذاري كل الحذر من هذه المجموعه. هي مجموعه متوازنه. لا هنقدر نقول صعبه قوي على الاهلي ولا سهله قوي على الاهلي، ليه؟ اولا شباب بولوزداد نقدر نقول هو اقوى منافس للاهلي في المجموعه. اقوى منافس للاهلي في المجموعه، ولكن يانج افريكانز وميدياما بطل غانا عندهم طموح كبير جدا ان ممكن يحققوا مفاجآت في هذه البطوله. عندهم طموح كبير جدا ان ممكن يحققوا مفاجآت في هذه البطوله. النتائج دايما للاهلي على بلوزداد ويانج افريكانز في صالح الاهلي. التاريخ بيقول كده. يعني بلوزداد لما لعبناه قبل كده في 2001 كسبناه رايح جاي. يانج افريكانز لعبناه يمكن حوالي مثلا 15 16 مره كسبناه حوالي 13 مره. أنا منهم مباراة حضرتها في تنزانيا في ملعب دار السلام، اتعادلنا إيجابي في تنزانيا وكسبنا في القاهرة، الكلام ده كان في 2016. فنتائج الأهلي مع يانج أفريكانز أفضل من مباريات الأهلي مع سيمبا، يعني سيمبا في تنزانيا كعبه عالي شوية على الأهلي أكثر من يانج أفريكانز، ولكن طموح يانج أفريكانز ومادياما بطل غانا نقدر نقول ممكن يكون في صعوبة شوية، لأن فرقتين ما عندهمش حظوظ عايزين يعملوا نتائج كبيرة. شباب بولوزداد على فكرة، ودي نقطة مهمة جدا، في آخر بطولة كسب الزمالك رايح جاي لما كان معاه في المجموعة، فبالتالي فرقة تعمل لها ألف حساب. وشباب بولوزداد لما وصل للدور الثمانية عمل مباراة كبيرة جدا مع الترجي التونسي، ففرقة تعمل لها ألف حساب، فرقة قوية. وبعدين لو بصيت على تشكيلة شباب بولوزداد هتلاقي فيها مثلا رايسون بولحي، ده حارس منتخب الجزائر كلكم فاكرينه طبعا، عدلان كوديورا، حسين بن عيادة، بوسفوف العائد من بلجيكا، المهاجم دارفيلو العائد من هولندا، فرقه كويسه وبيدربها المدرب البلجيكي فاندر بروك اللي كان ماسك الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا العام الماضي لما الاهلي تعادل معاه في المغرب 1-1 وفاز بالبطوله ان الاهلي فاز في القاهره 2-1. فمدرب عارفينه لعب قدام الاهلي قبل كده، حاليا هو مدير فني شباب بولوزداد، وشباب بولوزداد عنده لعيبه عندها خبرات، رايسون بولحي حارس الجزائر لسنوات طويله، عدلان كوديورا، بوسفوف، دارفيلو، لعيبه ليها تاريخ كبير جدا في الكرة الجزائرية في مباراة صعبة جدا. طيب عايز اتكلم على التدريب برضو، بس يعني عشان ميعاد تدريب الاهلي وتفاصيل تدريب الاهلي هنتقل شوية وهقف شوية عند فكرة دوري ابطال افريقيا واروح بسرعة الى ملعب مختار التتش بالجزيرة وتحديدا مقر النادي في الاهلي في الجزيرة مع الزميل العزيز محمد توفيق اللي جاهز معانا دلوقتي عشان نتكلم معاه على استعدادات الاهلي لمباراة الاسماعيلي غدا على استاد برج العرب. توفيق مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك، تدريب الفريق، استعدادات الفريق قبل السفر الى الاسكندريه للدخول في معسكر، ومدى جاهزيه الفريق كمان في ظل لعيبه ممكن تدخل القايمه، لعيبه ممكن تخرج، تشكيله ممكن يحصل عليها تعديلات وتغييرات. طمنا كمان على امام عاشور
فكل الاخبار بالتاكيد هنعرفها من خلالك يا محمد. اتفضل. في البدايه محمد، الفريق على طول عقب مباراه انبي في نصف نهائي الكاس، والحمد لله الفريق فاز فيها وصعد للمباراه النهائيه على طول بدون راحه. فريق تدرب على طول الاربعاء والخميس، ويعني على طول خميس وجمعه والنهارده السبت كمان التدريبه الاخيره. الفريق يمكن معتاد على التدريب ليله المباراه، بيبقى التدريب في السابعه مساء، ولكن طبعا لظروف السفر لمحافظه الاسكندريه التدريب بدا فيه تمام الخامسه بالظبط. يمكن طبعا على مدار الايام الماضيه كان في محاضرات بالفيديو للجهاز الفني مع اللاعبين، طبعا لدراسه فريق النادي الاسماعيلي وابرز نقاط القوه والضعف. وكمان الجهاز الفني طبعا بيبقى بعد مباراه انبي على طول بيبقى فيه تحليل للمباراه واداء اللاعبين والوقوف على مدى تنفيذهم للتعليمات من عدمه، وبعض مثلا لو في اي حاجه من اللاعبين من اخطاء تم ارتكابها خلال المباراه، او كمان بعض الجمل الفنيه اللي تم يعني ادائها بنجاح، بيتم كل دوت مراجعته مع اللاعبين عقب المباراه ثاني يوم على طول. الفريق النهارده زي ما قلت لك يا محمد كان في بس مجرد اجتماع كده بسيط في ملعب التدريب ما بين الجهاز الفني واللاعبين، كلموا طبعا عن اهميه هذه المباراه لمواصله. طبعا انت بتلعب كذا جبهه محمد، سواء بطولات افريقيه متعدده او كمان الدوري والكاس، فطبعا لازم يكون في تركيز في اخر مباراه للدوري قبل طبعا خوض غمار بطوله الدوري الافريقي اللي هتستمر ان شاء الله الى المباراه النهائيه باذن الله رب العالمين، فيبقى في غياب شويه عن المشاركه في الدوري، فنختم مسابقه الدوري بشكل كويس قبل طبعا الاتجاه للملف الافريقي. حالا دلوقتي وانا معاك يا محمد يمكن التدريب ابتدى ببعض الجمل البدنيه وبعض التدريبات البدنيه، ومن بعدها ان شاء الله هيبقى تدريبات الكره، وطبعا الجهاز الفني الخاص يعني ومدرب حراس المرمى ميشيل يانكون مع حراس المرمى مصطفى شوبير ومحمد الشناوي وحمزه علاء ومصطفى مخلوف بيأدوا تدريباتهم بشكل منفرد. التدريب يمكن هيتم ختامه بقى بعمل تقسيمه ما بين اللاعبين، بعده على طول هيكون اعلان قائمه المباراه والسفر مباشره الى محافظه الاسكندريه للمبيت بها الليله، وان شاء الله بكره يبقى يوم المباراه باذن الله من فندق الإقامة 11 الصبح هيبقى الفطار، هيبقى الغداء فيه تمام الثالثة عصرا، والمحاضرة هتبقى فيه تمام الرابعة والنصف، من بعدها على طول التحرك لملعب المباراة بإذن الله لبدء المباراة فيه تمام السابعة. يمكن النهاردة محمد طبعا أبرز ملامح التدريب، يمكن خالد عبد الفتاح خلاص بعد الاطمئنان عليه بشكل كامل بعد الأشعة اللي أجراها موجود في التدريبات الجماعية وتحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في المباريات، خلاص ما فيش قلق عليه من إصابة الكتف اللي كانت عنده بعد إجراء العملية الجراحية. عمرو السولية، محمود متولي، صلاح محسن، كريم ندفت في المراحل الأخيرة من برنامج التأهيلي والعلاجي، بقيه اللاعبين الحمد لله بيشاركوا بشكل اكثر من رائع. رضا سليم موجود في التدريبات من قبل مباراه انبي كمان موجود، مودست موجود، كل اللاعبين امام عاشور كلهم موجودين بشكل اكثر من رائع، وباذن الله يكون القائمه المختاره لهذه المباراه تقدم مباراه كبيره وان شاء الله تفرح كل جماهير النادي الاهلي باضافه ثلاث نقاط جديده والفوز باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، برضه عايز اطمن على حاله امام عاشور، يمكن من امبارح بشوف اخبار كثيره انه تعرض لكدمه ممكن ما يكونش موجود في المباراه، هل موجود في التدريب الجماعي الجزء اللي انتوا كنتوا موجودين فيه؟ يعني اطمنيت على حالة إمام؟ موجود كل الفريق بالكامل موجود في التدريب الجماعي دلوقتي؟ الحمد لله محمد، يعني باستثناء الاصابات اللي ذكرتها لك كل اللاعبين موجودين بيشاركوا في التمرين بشكل اكثر من رائع. الاختيارات الفنيه طبعا متروكه لمستر مارسيل كولر، الحمد لله يمكن هو عنده حيره ايجابيه ان عنده اكثر من لاعب جاهز في كل الاماكن، فيعني الحمد لله من الناحيه البدنيه والفنيه باستثناء المصابين كل اللاعبين حالتهم اكثر من رائعه، يتبقى فقط الاختيار الفني للجهاز الفني ومجموعه اللاعبين المسافره ان شاء الله لمحافظه الاسكندريه. اتمنى لهم كل التوفيق وان شاء الله المجموعه المختاره تؤدي ما عليها وباذن الله ترجع بثلاث نقاط وفوز مهم جدا في مباراه جماهيريه مهمه جدا في الدوري المصري على مدار تاريخه باذن الله رب العالمين. طيب زميلنا محمد توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من مقر النادي بالجزيره عن استعدادات الفريق لمباراه الاسماعيلي. طيب ارجع من تاني لمجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا، وكلمتكم على تشكيله فريق شباب بلوزداد والعناصر الخبره اللي موجوده في هذا الفريق. يمكن جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري اعلن قائمه الجزائر اللي هتخوض مباراه وديه مع مصر يوم 16 اكتوبر في ملعب هزاع بن زايد في العين، ولكن القائمه بالكامل كلها لاعبين محترفين، ما فيش ولا لاعب من شباب بلوزداد في قائمه المنتخب الجزائري. ولكن لو بترجع بالذاكره لعده سنوات، لا في لعيبه في شباب بلوزداد كان لهم تاريخ كبير جدا في المنتخب الجزائري، على راسهم بالتاكيد الحارس المرمى رايسون بلحي، عدلان كوديورا، حسين بن عياد، ابو سوف، دارفيلو، كلها لعيبه كانت ليها دور مع المنتخب الجزائري في السنوات السابقه، فبالتالي الفريق تعمل له الف حساب وهيبقى اقوى منافس للاهلي في المجموعه. وكمان في نقطه ثانيه مهمه جدا وانا عايز اتكلم على ترتيب المباريات. اولا البطوله دور المجموعات هيبدا يوم 24 نوفمبر، مش بعيد، يعني احنا بنتكلم بعد حوالي شهر ونص هنبدا مباريات دور المجموعات. والناس كلها بتقول لك هو ليه دور المجموعات بادئ بدري؟ بادئ بدري عشان في كاس افريقيا هتاخد فتره مش اقل من شهر ونص 45 يوم، فبالتالي مش هتقدر تلعب مسابقات الانديه الافريقيه في يناير
وفي فبراير. فبالتالي الاتحاد الافريقي ولجنه المسابقات قدمت شويه مواعيد مباريات الجولات دور المجموعات عشان يبقى في مساحه لما تستأنف المباريات في نهايه فبراير واوائل مارس يكون دور المجموعات انتهى ما يقرب من حوالي 70-80% من المباريات. الجوله الاولى على فكره هتكون مع ميدياما بطل غانا على استاد القاهره احد ايام 24 او 25 نوفمبر. الجوله الثانيه بعد اسبوع الاهلي هيسافر الى تنزانيا مره اخرى، طبعا هيلعب مع سيمبا يوم 20/10، وهيسافر تنزانيا يلعب احد ايام 1 او 2 ديسمبر مع يانج افريكانز على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام. يرجع بعدها باسبوع هيلعب مع شباب بولوزداد في القاهره احد ايام 8 او 9 ديسمبر، والمباراه دي هتتلعب ما فيهاش اي مشكله خالص، خاصه ان لسه مباراه اتحاد جده او اوكلاند سيتي مع الاهلي في كاس العالم للانديه لسه يوم 15/12، ففي مساحه اسبوع ما بين مباراه شباب بولوزداد مع 15/12، ففي مساحه وقت ما بين هذه المباراه وافتتاح مباريات الاهلي في كاس العالم. المباراه اللي ممكن او مش ممكن ده مؤكد، وانا امبارح كنت اجريت اتصال كده بعدد من المسؤولين في الكاف قالوا لي ان مباراه شباب بولوزداد مع الاهلي يوم 19/12 في الجزائر دي بنسبه كبيره يعني هتتاجل ويتم تحديد موعدها لاحقا، وميعادها قريب جدا. احاول اجيب لكم الميعاد اللي الكاف هياجل فيه هذه المباراه، لان المباراه دي تحديدا توقيتها وميعادها ممكن يعمل ازمه، بس مش يعمل ازمه بالنسبه للاهلي، لا ممكن يعمل ازمه لاتحاد الكوره. ازاي وليه هيجي وقتها؟ مباراه شباب بلوزداد والاهلي يوم 19/12، وانا بتكلم من بدري اهو، يوم 19/12 المباراه دي هتتاجل، لان الاهلي عنده كاس عالم انديه، عنده مباراه يوم 15/12 باذن الله يكسب، عنده مباراه يوم 18/12 وعنده مباراه 22/12. وبالتاكيد هو الاتحاد الافريقي مش هيستنى يشوف نتيجه الاهلي يوم 15 عشان يقرر، لان المباراه دي في الجزائر مش في القاهره، فلازم يكون في اجراءات ليها علاقه بالسفر والتاشيره والتنقلات والاقامه، فلازم القرار يكون من بدري من قبل انطلاق ادوار المجموعات، فبالتالي هيطلع في قرار قريب جدا بتاجيل هذه المباراه. ولكن تاجيلها لامتى؟ لما اتاكد من الميعاد كالعاده هننفرد بالميعاد ونقوله لحضراتكم، ولكن الميعاد ده وارد جدا يعمل ازمه ومشكله لاتحاد الكوره. فهنشوف الفتره الجايه اللي هيحصل، عشان للاسف محدش في اتحاد الكوره بيحاول يسال ويشوف ايه اللي ممكن يحصل وبيتفاجئ زي كل مره لما بنقول لكم الناس بتتفاجئ من اي قرارات بتطلع من الاتحاد الافريقي. طيب نروح للجوله الخامسه والسادسه، ودي هتتاجل لبعد كاس الامم. هتلعب مع ميدياما في غانا يوم 23 او 24 فبراير. كاس الامم هيخلص 13 فبراير، فبعد 10 ايام هتستأنف مباريات دور المجموعات، وعندك ماتش في غانا مع ميدياما يوم 24 فبراير. على فكره فريق ميدياما عنده ملعب جديد كان بناه عشان يلعب عليه ماتشات افريقيا، ولكن حتى هذه اللحظه الملعب ده لسه ما اتخدش اعتماد من الاتحاد الافريقي، وغالبا الاهلي هيلعب معاه في مدينه كاب كوست في غانا. لا اقرا ولا كوماسي، فريق ميدياما بيلعب في كاب كوست، ملعب تم اعتماده من الكاف ولعب عليه الادوار التمهيديه. الجوله السادسه والاخيره، والاهلي هيستضيف يانج افريكانز في القاهره يوم 1 او 2 مارس، وان شاء الله الاهلي يكون يعني حسم مشواره وتاهله الى الدور ربع النهائي، ولسه بقى معاد قرعه الدور ربع النهائي، وهنشوف هنواجه مين المجموعات الثانيه. انت بتتكلم في ديربيات قويه جدا، المجموعه الثالثه الترجي الهلال النجم معاهم بترو اتلتيكو الانجولي، المجموعه الثانيه الوداد سيمبا اسيك ايوان جالاكسي، المجموعه الاولى مجموعه الموت، انت بتتكلم عن مازيمبي سان داونز بيراميدز ونوازيبو الموريتاني. فده ترتيب المباريات وترتيب المجموعات ومواعيد المباريات. طيب كاس الكونفدراليه على فكره برضو اتعملت امبارح قبل دور قرعه دوري الابطال، ونقدر نقول السنه دي يمكن عشان طلع قرار من الاتحاد الافريقي بالغاء ملحق الكونفدراليه، فالمجموعات كلها مجموعات ضعيفه، والفرق المشاركه نصها على الاقل فرق غير مصنفه. يعني انت لما تبص على تصنيفات الفرق لما بتلاقي المجموعات كلها مصنفه يبقى انت داخل على مجموعات قويه، ولكن الكونفدراليه السنه دي بعد الغاء الملحق نص الفرق اللي بتشارك في دور المجموعات فرق كلها غير مصنفه، مش هقول فرق ضعيفه ولكن فرق غير مصنفه، يعني ملهاش تاريخ في الكره الافريقيه. يعني المجموعه الاولى وهي اصعب مجموعه، اتحاد العاصمه الجزائري حامل اللقب معاه فيوتشر، نتمنى لهم التوفيق في هذه البطوله، سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي. الهلال الليبي على فكره مدربه الكابتن محمد عوده مدرب المقاولين السابق، هو حاليا بيدرب فريق الهلال الليبي. فالمجموعه دي مجموعه صعبه جدا، فيها اتحاد العاصمه وفيتشر والهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب افريقي، والاهلي واجه قبل كده سوبر سبورت في 2011 في دوري الابطال،
وانا فاكر المباراه دي حضرتها في مدينه بلكواني في جنوب افريقيا، ففريق كويس. فالمجموعه دي هتبقى مجموعه صعبه جدا. المجموعه الثانيه وهي مجموعه سهله جدا، نقدر نقول الزمالك في نزهه هيلعب مع ساجرادا الانجولي اس او اي ار بطل غينيا وابو سليم الليبي. فريق ابو سليم الليبي ما بيلعبش في ليبيا على فكره، ممكن يلعب في تونس، ممكن يجي يلعب في القاهره، ده هيتحدد خلال الفتره اللي جايه. المجموعه الثالثه ريفرز يونايتد النيجيري، الافريقي التونسي، درامز الغاني ولوبوتو الانجولي. المجموعه الرابعه نهضه بركان، نويرس بطل الكونغو، استاد مالي الملعب المالي، وفريق السواخين يونايتد من جنوب افريقيا. غاب الله حضراتكم الكونفدراليه السنه دي يعني مش هتحظى بمتابعه ومشاهده لانها بطوله ضعيفه جدا نتيجه الغاء ملحق الكونفدراليه الافريقيه بسبب بالتاكيد مباريات السوبر ليج اللي هتتلعب في الفتره من 20 اكتوبر الى 11 نوفمبر. فتره السوبر ليج دي على فكره كان هيتلعب فيها ملحق الكونفدراليه، ولكن بما ان خلاص مفيش ملحق كونفدراليه فهتتلعب السوبر ليج في الفتره من 20/10 ل 11 نوفمبر. وبالمناسبه وانا بتكلم على السوبر ليج، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اتخذ قرار بتكليف الاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه الفريق الى تنزانيا اللي هتشارك ان شاء الله في اولى مباريات السوبر ليج، لقاء الافتتاح امام سيمبا التنزاني يوم 20 اكتوبر ولقاء العوده هيكون يوم 24 اكتوبر. بالمناسبه كمان الاهلي هيسافر يوم 18 اكتوبر، وقبل سفر الفريق ب 24 ساعه في سفريه هيكون للكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي، هيسبقوا البعثه قبل السفر الفريق ب 24 ساعه تحديدا، دول هيسافروا يوم 17 اكتوبر عشان يطمئنوا على ترتيبات الاقامه والتنقلات وملعب التدريب وكل الامور اللي اداره الدوري الافريقي حددتها في تنزانيا. فريق سيمبا مالوش علاقه باي ترتيبات، كل حاجه في البطوله دي اداره الدوري الافريقي هي اللي محددها للفرق المشاركه، سواء فندق الاقامه، ملعب التدريب، التنقلات، كل شيء من خلال الشركه الايطاليه اللي بتنظم المسابقه. ولكن عارفين طبعا سياسه الاهلي واستراتيجيه الاهلي، لازم الجهاز الاداري يسبق البعثه ب 24 ساعه، فهيكون في رحله سفر للكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي قبل سفر الفريق ب 24 ساعه عشان يطمئنوا على كافه الترتيبات. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه البطوله القاريه الجديده اللي هتكون ضربه البدايه بمشاركة الأهلي في دار السلام يوم 20 أكتوبر وبحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. تفاصيل كتير على فكرة عن هذه البطولة في الحلقات اللي جاية، عندنا مجموعة من الانفرادات والأخبار الحصرية عن هذه البطولة، افتتاح البطولة، الاجتماع الهام اللي هيعقده جياني إنفانتينو على هامش هذه البطولة، أبرز النجوم الذي وجه لهم الدعوة لحضور حفل الافتتاح، حكام البطولة، كل الأمور الخاصة بالسوبر ليج معانا في الترند خلال الأيام القليلة المقبلة. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. سوشيال ميديا وكلامها عن قرعة الأهلي ومجموعات دوري أبطال إفريقيا والاستعداد لمباراة الإسماعيلي وأبرز الغيابات، كل ده وأكثر في آخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار الترند، ومن البداية هتكون من ترند الأهلي. في البداية حساب المصري الرياضي، تصريح للكابتن خالد بيبو بيقول هدفنا الحفاظ على اللقب تعليقا على قرعة دوري أبطال إفريقيا. ولكن قالوا تصريحات مثيرة من خالد بيبو بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا. قال خالد بيبو أن الأهلي يحترم جميع المنافسين في دور المجموعات بعد وقوع الفريق على رأس المجموعة الرابعة اللي بتضم بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما الغاني. مدير الكرة في النادي الأهلي قال الحديث عن أي مواجهات في دوري أبطال إفريقيا حاليا سابق لأوانه، تركيز الجهاز الفني على مباراة الإسماعيلي والدوري العام. بيبو قال أمامنا تحديات قوية في الموسم الحالي، نسعى بكل قوة لتحقيق أهدافنا، إسعاد الجماهير. دائما الاهلي ما يحترم جميع الفرق، هدف الاهلي الدفاع عن اللقب وسوف يسعى بكل قوه لاضافه لقب جديد، لن نسبق الاحداث، بطوله دوري ابطال افريقيا محببه للاهلي وجماهيره. طب هي فين التصريحات المثيره؟ مش عارف يعني، انا بصراحه انا قريت الخبر كله والتصريحات كلها عشان اشوف ايه الاثاره اللي قالها الكابتن خالد بيقول في التصريحات، لقيت الراجل قايل كلام منطقي وعاقل جدا وطبيعي جدا. هنحافظ على اللقب، هيبقى في منافسه قويه، مش هنسبق الاحداث، لسه البطوله هتستأنف في نوفمبر، عندنا مباراه مع الاسماعيلي. فمش شايف تصريحات مثيره بصراحه يعني تعليقا على عنوان المصري الرياضي، ولكن ما علينا. نروح لحساب الوطن سبورت بيقول ان ازمه بين الاهلي والكاف بسبب موعد مباراه شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا. لا، الازمه مش هتكون مع الاهلي. ليه؟ اولا هما بيقولوا إن الأهلي أربك حسابات الاتحاد الإفريقي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية. ما الاتحاد الإفريقي عارف إن بطل إفريقيا هيلعب في كأس العالم.
والاتحاد الافريقي عنده جدول مباريات كاس العالم من قبل ما يعمل قرعه دوري الابطال، ويعرف ان الاهلي عنده مباراه في السعوديه يوم 15/12، وبالتالي الجوله الرابعه اللي هي هتتلعب يوم 19/12 صعب جدا الاهلي يلعبها، خاصه ان الجوله الرابعه هتكون خارج مصر وتحديدا في الجزائر، وبالتالي انت عشان تدي ميعاد للماتش ده لازم تحدده من قبل ميعاد البطوله بشهر او قبل ميعاد المباراه بشهر، فخلال الايام الجايه الكاف هيحدد. فالاهلي لم يربك حسابات الكاف، ولكن معلوماتي ان الميعاد المقترح من الاتحاد الافريقي لتحديد موعد هذه المباراه بعد تاجيلها هو اللي ممكن بنسبه كبيره جدا يربك حسابات اتحاد الكوره. ليه وازاي؟ اول ما يتبقى في قرار بخصوص الميعاد هنتكلم في تفاصيله، لان الميعاد المقترح هيعمل مشكله كبيره ويعمل ازمه كبيره لاتحاد الكوره تحديدا. طيب نروح لحساب الوطن سبورت ايضا وتصريحات لرئيس نادي شباب بلوزداد عن الوقوع مع الاهلي في المجموعه الرابعه. مهدي ربحي رئيس نادي شباب بلوزداد تمنى التاهل مع الاهلي، وقال ان كل الانديه الموجوده في دور المجموعات هي فرق كبيره وصعبه للغايه، ولكن الاهلي نادي شقيق يمتلك تاريخ كبير، اتمنى ان نتاهل معا وان تحظى مواجهتنا بالروح الرياضيه. على فكرة النادي الأهلي بيحظى باحترام وحب وتقدير كبير جدا من كل الأندية الجزائرية وكافة المسؤولين هناك، وكل التصريحات اللي بتطلع من مسؤولي الجزائر على أي مباراة للأهلي سواء مع اتحاد العاصمة مع وفاق الصيف مع شباب بلوزداد بيبقى التصريحات فيها ممتازة. مهدي ربحي رئيس شباب بلوزداد النهاردة اتكلم على الأهلي بشكل رائع جدا، والوطن سبورت نقل هذه التصريحات وقال على فكرة فوز اتحاد العاصمة على الأهلي مش معيار بالنسبة لي أنا كفريق جزائري عشان أكسب الأهلي وتخطى الأهلي وأبقى أول مجموعة، قال الكورة دايما فيها مفاجآت، وقال كمان إن كل شيء أصبح وارد في كرة القدم، وبالتالي يجب عليك أن تجتهد في دور المجموعات عشان تضمن التأهل، والمنافسة مع الأهلي هتكون منافسة قوية جدا والعلاقة بين المسؤولين على أعلى مستوى. طيب الأهلي دوت كوم عمل إحصائية مهمة جدا على تاريخ مواجهات الأهلي أمام شباب بلوزداد ويانج أفريكانز، لأن الأهلي مع ميديام الغاني ما لعبش معاه قبل كده، مفيش مواجهات تذكر للاهلي مع ميديام الغاني، ولكن مع شباب بلوزداد الاهلي لعب معاه مرتين. الكلام ده في 2001 في القاهره الاهلي كسب 1-0 بهدف حسام غالي، وفي الجزائر الاهلي كسب ايضا بهدف لابراهيم سعيد. طيب الاهلي مع يانج افريكانز لعب معاه 10 مرات، 10 مباريات مع يانج افريكانز، الاهلي كسب 6 اتعادل 3 خسر مباراه واحده. الاهلي احرز في يانج افريكانز 18 هدف واستقبل من يانج افريكانز 4 اهداف. فقلت لحضراتكم في بدايه الحلقه الاهلي كعبه عالي شويه على يانج افريكانز بخلاف سيمبا، سيمبا بيبقى منافس قوي جدا مع الاهلي، ونتائج الاهلي مع سيمبا في دار السلام ما بتبقاش كويسه، لكن مع يانج افريكانز لا بتبقى في نتائج ايجابيه في السنوات الاخيره. البدايه على فكره كانت سنه 82 ثم مباراه في 88 ومباراه اخرى في 2009 و2014 و2016 نتائج مميزه للاهلي سواء في تنزانيا او حتى في القاهره. طب حساب كوره بلس بيتكلموا على غيابات الاهلي امام الاسماعيلي في الدوري غدا. عمرو السوليه بسبب الاصابه، رامي ربيعه بسبب الاصابه، صلاح محسن بسبب الاصابه، كريم ندفت بسبب الاصابه، محمود متولي بسبب الاصابه. يعني الخمسه دول مستمرين معانا شويه في الفتره اللي جايه. كهربا عشان ينفذ عقوبه الايقاف اللي كان وقعت على او اللي كانت وقعت عليه في بدايه الموسم 6 مباريات. دي المباراة الثانية، كنا عارفين الماتش اللي فات اتأجل فما لعبش ماتش المصري، مش هيلعب ماتش الإسماعيلي، لسه هيبقى ليه 4 مباريات ثانية. ماتش إنبي كان موجود لأن الإيقاف بيسري على الدوري وكأس الرابطة فقط. طيب نروح لحساب كورة 11 وبيتكلموا على القوة الضربة اللي ممكن كولر يستخدمها كأدوات هجومية في مواجهة الإسماعيلي. القوة الضربة بقيادة إمام عاشور، بيرسيتاو وأنتوني موديست في هذه المباراة اللي هتكون قمة الجولة الثالثة، ولكن كرة 11 بيتوقعوا تشكيل الاهلي، بيتوقعوا ان امام عاشور يكون اساسي على حساب محمد مجدي قفشه، ولكن التشكيل كله زي ما هو، الشناوي، هاني، معلول، ياسر، منعم، مروان، اليو، ديانج، وبدل قفشه يلعب امام عاشور، وفي الهجوم هيبقى حسين الشحات وموديست وبيرسي تاو. طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على ان كولر يتمسك بضم مدافع للاهلي في يناير بسبب محمد عبد المنعم. الفكرة في حد ذاتها كلها برمتها غير مطروحة، أصل منعم مش مؤكد أنه يستمر مع الأهلي، منعم لسه عقده باقي فيه 2 سنين. يعني فكرة أن يتقال أن الأهلي بيفكر في ضم مدافع في يناير عشان منعم ممكن ما يكملش مع الأهلي، الكلام ده غير وارد تماما. منعم مستمر مع الأهلي لغاية 2025،
مش يناير 2024، لا ده لسه لغايه نهايه موسم 2025، يعني لسه بعد سنتين. الاهلي لو ضم مدافع في يناير هيضم طبقا لاحتياجات الجهاز الفني، لا قدر الله في حاله ان في لاعب او اثنين في الدفاع ممكن ما يكملوش مع الاهلي الموسم بسبب الاصابات. دي الحاله الوحيده اللي ممكن خيالنا يروح شويه لبعيد ويفكر في كده. ولكن لو ربطتها بمنعم لا صعب. والاجتهادات والاشاعات الكثيره اللي صدرت في الفتره الاخيره بخصوص منعم كان الرد عليها قاطع من اداره النادي الاهلي في التوقيت ده. بتصريح من امير توفيق وقتها قال مفيش عروض لمنعم، مفيش مشاكل مع محمد عبد المنعم، والاخبار اللي بتطلع كلها اخبار غير صحيحه وغير سليمه. والحاجه الثانيه احنا في شهر اكتوبر، مفيش تعاقدات، مفيش انديه فاتحه الويندو عشان تطلب لعيبه، الا بقى لو بتتكلم على الدول الاسكندنافيه السويد والنرويج والدوريات اللي هي الضعيفه يعني. وما اعتقدش اساسا ممكن منعم يفكر في ده، واكيد منعم مكمل مع الاهلي، ووارد كمان تلاقي تمديد وتعديل خلال الفتره اللي جايه. طيب حساب الاهلي دوت كوم ايضا بيتكلموا على تذاكر كاس العالم للانديه. امبارح اتطرحت دفعه ثانيه من تذاكر كاس العالم للانديه وسط رغبه مليون مشجع كانوا موجودين على الويتنج ليست في قائمه الانتظار لحجز التذاكر. امبارح الدفعه الثانيه لما اتطرحت ما كملتش ساعه ونفذت. الدفعات اللي بتطرح قد ايه محدش يعرف. يعني الفيفا دايما ليه رولز كده معينه في طرح التذاكر. اولا ما بيعلنش امتى، بيطرح في اي توقيت هو شايفه. دي الدفعه الثانيه، كان الكلام اللي بيتقال قبل كده من اللجنه المنظمه هتكون على ثلاث دفعات، في دفعه اولى، دفعه ثانيه في اخر اكتوبر، دفعه ثالثه بعد ماتش اتحاد جده واوكلاند سيتي. ولكن الدفعه الثانيه امبارح، ممكن خلال الايام اللي جايه في دفعه ثانيه، وارد جدا. ولكن في الجزئيه دي انا عايز اقول حاجه دون الخوض في التفاصيل. اداره النادي الاهلي في ملف كاس العالم للانديه تحديدا، وتحديدا في ملف الجماهير والتذاكر، عامله مجهود كبير جدا ومجهود شاق جدا عشان تضمن على الاقل نصف ساعه الاستاد لجماهير الاهلي. دون الخوض في التفاصيل ودون اعلام اي تفاصيل لم تعلن، اداره النادي الاهلي بتبذل مجهود كبير جدا من اجل الجماهير الاهلاويه والجماهير المصريه عشان يكون في عدد مناسب في المباراه الاولى يوم 15/12. اقصى حاجه ممكن توصل لها بتتكلم في نصف ساعه الاستاد. فالاداره بتشتغل على جانب مهم جدا، الجماهير كمان عليها دور مهم. كل ما تطرح دفعه تقدر تحجزها بشكل كويس، على الاقل لو لقينا 30 20 40 في ملعب بيسع 65 ده هيبقى شيء كويس جدا في لقاء الافتتاح اللي هو متوقع بنسبه كبيره. ممكن اوكلاند سيتي يخسر من اتحاد جده، فاتحاد جده يواجه الاهلي يوم 15/12. طيب نروح للترند المحلي. والنهارده حساب اتحاد الكوره نشر قائمه منتخبنا الاولمبي اللي هيستعد في معسكر اكتوبر، هيلعب فيه وديتين، ماتش مع الاردن في القاهره والثانيه مع اوزبكستان في اسيا، في تحديدا في طشقند مدينه في اوزبكستان. القائمه على فكره ابرز ما فيها يعني حمزه علاء من النادي الاهلي واحمد نبيل كوكا، ولكن بشكل عام معظم اللعيبه اللي كانت موجوده قبل كده هي المجموعه اللي بيشتغل عليها ميكالي عشان يستعد للالعاب الاولمبيه في باريس. نتمنى لهم التوفيق خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح لحساب اليوم السابع وبيتكلموا تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لبعثه المنتخب قبل مباراتي زامبيا والجزائر. اولا الاجنده هتبدا يوم الاثنين يوم 9 اكتوبر، يوم الاثنين اللي جاي، دي اجنده شهر 10. المنتخب هيسافر الى الامارات بطائره خاصه، وهيكون رئيس البعثه عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكره. المنتخب هيسافر الاثنين، محمد صلاح يلتحق بالبعثه يوم الثلاثاء في ابو ظبي عشان المنتخب يلعب مباراتين وديتين، امام زامبيا يوم 12 اكتوبر على استاد هزاع بن زايد، وامام الجزائر يوم 16 اكتوبر على ملعب هزاع بن زايد. نتمنى نشوف حضور جماهيري كبير، لان الكلام اللي جاي لنا من الامارات حجز التذاكر للمباراتين نسبه الحجز ضعيفه جدا بالمقارنه بقيمه على الاقل يعني ماتش كبير زي مصر والجزائر في الامارات العربيه المتحده. طيب حساب الوطن سبورت بيتكلموا على امكانيه انضمام صلاح لمنتخبنا الاولمبي في الالعاب الاولمبيه في باريس. في تقارير خرجت بتقول ان ليفربول بيصدم ميكالي ورفض مشاركه محمد صلاح في باريس. ده شيء متوقع على فكره، وده حصل قبل كده في 2020 اللي هي اتلعبت في 2021 في طوكيو. كان صلاح برضو شوقي غريب عايز يضم للمنتخب ولكن ليفربول رفض. فصعب جدا لان الالعاب الاولمبيه في باريس مباريات الكوره تحديدا مش في الاجنده الدوليه. وطالما الفيفا ما ادركش دوره الالعاب الاولمبيه في الاجنده الدوليه، فبالتالي انت كاتحاد وطني ما تقدرش تستدعي المحترفين بشكل رسمي. بتبقى اتصالات وديه، في انديه بتوافق وفي انديه بترفض. طيب اخر حاجه معايا، الوطن سبورت بيتكلموا عن حقيقه غياب صلاح عن معسكر منتخب مصر لمباراتي زامبيا والجزائر. يعني الكلام على فكره ان صلاح هيكون غايب
الكلام ده مش وارد تماما ومفيش مشكله، وان شاء الله يوم 12 اكتوبر هنتفرج او نشوف قرعه منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه يوم 12 اكتوبر في الكوت ديفوار. طيب حساب او السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، طرحنا سؤال في بدايه الحلقه على رايكم في مجموعات دوري الابطال ومجموعه الاهلي تحديدا. استاذ عصام بيقول مجموعه الاهلي متوازنه، مطلوب الحيطه والحذر لانه لا يوجد شيء سهل، الاستسهال مش مطلوب ولكن المطلوب احترام الخصم لان الكوره ليست بها مسلمات او شيء مضمون. ان شاء الله رجال الاهلي قدها وقدود، وال12 يا اهلي تمام يعني في حذر. سيف بيقول طبعا مجموعه كويسه وده كرم ربنا عشان ضغط المباريات والبطولات اللي الاهلي هيشارك فيها الموسم ده، وبعدين بقى احنا ما نقلقش غير لما الاهلي يقع في مجموعه الاهلي غير كده اللي يجي على السكه هيزعل باذن الله. لا ان شاء الله خير مفيش زعل. استاذ يحيى بيقول قرعه متوازنه، البعض يقول ان مجموعه الاهلي سهله ولكنني اخشى دائما من السهل، فالاهلي يبدع في الصعب بالتوفيق يا رب. استاذه نوره بتقول مجموعه سهله للاهلي، ان شاء الله نفوز عليهم ونتاهل باذن الله. استاذ يوسف بيقول بالنسبه لنا اعتقد انها ارحم كثيرا من السنوات الماضيه وان شاء الله نتاهل كاول للمجموعه. اخر تعليق معايا اشرقت بتقول قرعه شبه متوازنه ولكن يجب احترام الخصم وعدم التفريط في اي نقطه للحفاظ على صداره المجموعه. تعليقات على قرعه الاهلي امبارح كانت فيها حاجات كتيره جدا، لكن ابرز تعليق لفت انتباهي امبارح الناس تقول لك ايه، على العهد يا رجاله تاني المجموعه عشان نكسب البطوله. فكره ان السنوات اللي فاتت دايما بتبقى تاني تكسب البطوله بيبقى في نوع من التفاؤل، ولكن المره دي لا، الصداره مهمه عشان مواجهات دور الثمانيه هيبقى فيها اصطدامات قويه جدا، الوداد، الترجي، النجم، صن داونز، مازيمبي، بيراميدز، فالافضل بالتاكيد تركب المجموعه بدري بدري. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقه اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.